أخرى تضيفنا على الهواء المهندس الزراعي حسن غازي. قبل الفاصل كنا بنتكلم على فكرة إن إحنا مطلوب من كل المهنيين إن هم يحطوا رؤى فيجن تمام، ويحطوا أهداف عايزين يحققوها على مستوى المهنة اللي هم جواها. مهندس حسن، نطرح الرؤية ولكن نبتدي مع البذرة بالظبط او مع الشتله. نعم. مع طالب كليه الزراعه. ايوه. ان هو حاليا العدد بيتناقص زي ما حضرتك ذكرت، وهذا امر في منتهى الخطوره. نعم. لان خبراتنا الاكاديميه كده هتتاكل، مش هتلاقي حد يورثها. نعم. لان مش هنلاقي باحثين بعد كده، مش هنلاقي مهندسين بعد كده. نعم. يغزوا مصر والمنطقه العربيه، مش. نعم. مش فقط القضيه، مش قضيه مصر يعني. تمام. اذا في خطوره على تقلص اعداد الداخلين مش المقبولين. نعم. في كليات الزراعه. نعم. رؤيتك ايه؟ ازاي نطور كليه الزراعه أو نأهل الطالب الزراعي بشكل أكبر؟ هو إحنا قمنا بدور في هذا الشأن. إحنا كخريجين قدام بعد ما رجعنا نعمل أجراء عند المستشارين واللواءات وضباط الشرطة والقضاء اللي تملكوا الأراضي وإحنا بنشرف عليها فنيا في طريق الصحراء واسكندرية ومناطق أخرى وادي الفارغ، لجأنا لصومعتنا الحقيقية وليه كلية الزراعة، وبقى في تواصل قوي الحمد لله مع أساتذتنا في زراعة عين شمس. والله أذكر الدكتور حلمي وهدان ربنا يمسيه بالخير، يعني طلبته على التليفون في أكتر من استشارة، وتكبد السفر وجاني لحد قبل اسكندرية بعشرين كيلو يشوف موقف ما، وعملنا عليه بحث سوا. أساتذة لنا من كلية زراعة كفر الشيخ، من زراعة اسكندرية، وفكرة التيم وورك في الإشراف الزراعي أفادتنا كتير من الخبرة وأثرت علينا كتير من الزمن ووصلتنا بالكلية. اللي أنا عايز أقول لحضرتك إن مش الكلية بس اللي بتعاني، أو مش هي معول الهدم اللي طالها. معول الهدم طال لقطاع الزراعة من ثلاث محاور، ولن تقوم نهضة حقيقية لمصر من خلال قطاع الزراعة إلا من إعادة رفع هذه المحاور الثلاثة. طب منها محور التعليمي. ده محور التعليمي اسمح لي أنا بسميه داخل المنظومة البحثية. المنظومة البحثية المعنية بقطاع الزراعة، سواء كانت الكلية اللي بتخرج الكادر الأكاديمي متخصص، واللي بتخرج الباحث اللي هو بيتبع مركز بحوث الصحراء، مركز القومي للبحوث، كل المراكز البحثية في مصر. كل المراكز البحثية أنا بسمي كل هذه المراكز البحثية أحد هذه المحاور الثلاثة. المحور الثاني هو النقابة، بيت المهنة، بيت الزراعيين اللي هو بيرعاهم وبيشوف حقوقهم ويساعدهم في رؤاهم ويذلل أي صعاب بتقابلهم، ويعتبر همزة وصل ما بين مسن القرار اللي هو المحور الثالث اللي هو الوزارة، وما بين الواقع اللي بتعيشه الزراعة في مصر. الثلاث محاور محتاجين، يعني مش عايز أقول لك محتاجين، إعادة بنى. يعني لك أن تتخيل إن وزارة الزراعة بهيمنتها وبهيمنة الحزب الوطني وبهيمنة أمن الدولة على الثلاثة قدرت تجهض الوزارة وتخليها دكان من دكاكين الحكومة اللي لا يسمع لا يرى لا يتكلم. وزارة الزراعة وزارة الحكومة أجهضت النقابة. خلينا في النقابة. أجهضت النقابة، فبقت تبعية النقابة نقيب الزراعيين، مع احترامنا لقامته العلمية نقيب الزراعيين، كل الزراعيين في مصر يكنون الحب والود لشخص النقيب، ولكن النقيب عليه علامات استفهام كثيرة جدا في أدائه النقابي وفي أدائه المهني. قبل التبعية، قبل الانهزام، قبل ألا يقدم طرح لنهضة مصر أو طرح يليق بنقابة عريقة زي نقابة الزراعيين، وجعلها في ذيل النقابات. يعني حتى في الوقت اللي كنا بنلاقي نقابة الصيادلة، نقابة المهندسين عملت اللي عملته في الدولة وصقرت لنفسها ولمهنتها وربما للشعب المصري كله، وأجهضت بالحراسة القضائية، كانت نقابة الزراعيين في سبات. معظم النقابات في مصر دي قاعدة عامة كانت بتعاني، زي ولسه في معاناة من شوية ما قال إن في عدم سوء عدالة في التوزيع، وكل النقابات مصر كلها كانت بتمارس عليها مخطط إجرامي لإبعاد هذا البلد عن زي الأمم. مهندس حسن بعد إذنك، يعني إحنا دايما عايزين نطرح الرؤية. الرؤية إيه رؤيتك لتطوير النقابة؟ نفس أول محاضرة أخذناها في قسم الدواجن مع المرحوم الدكتور طلعت السيد، لما كان بيقول لنا مقومات صناعة الدواجن في مصر
هي المقدمات الخمسة اللي أفاض وأثنى في أول المحاضرة وآخر 5 دقائق في المحاضرة قال معوقات صناعة الدواجن في مصر هي كل ما ذكرنا. هما الثلاث محاور اللي بتقوم عليهم نهضة الزراعة في مصر هي المعوقات الحقيقية لنهضة زراعة مصر. طيب قبل ما ناخدها هنتكلم مع المهندس أحمد. أهلا يا باشمهندس من النوبارية. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم اتفضل. أهلا بيك يا فندم. أهلا يا فندم اتفضل. معك المهندس أحمد عاشور. أهلا باشمهندس. من منطقة النوبارية محافظة البحيرة. أهلا بيك يا فندم. كنت بس عاوز أوضح حضرتك إحنا النهاردة كمهندسين زراعيين بنشتغل في المجال دوت بشكل بنخدم فيه أطراف تانية خالص، يعني إحنا بنشتغل إحنا عاملين مجموعة من المهندسين عاملين تيم وركينج دوت وبنقوم على الإشراف الفني على المزارع، تمام؟ بنشتغل عند مجموعات تانية من الملاك اللي هم أصحاب المزارع زي الوقاف، الناس اللي دخلت أراضي بفترات كبيرة، معظم المزارع يعني أنا شايف إنها من وجهة نظر إنها بتكشر. ليه؟ وده راجع لأن هم الناس صحابة كلهم ما عندهمش أي جانب فني. تمام كده. فأنا بسأل ليه إحنا كشباب زراعة إحنا بنتحمل مسؤولية في النهاية، يعني دايماً بيقولوا إن خريجين الزراعة والناس اللي بيشتغلوا فيها ما بيشتغلوش صح وما بيوصلوش اللي هم عايزينه، ليه إحنا ما بناخدش أراضي زي الناس دي ونشتغل؟ هيبقى معاك فلوس تقدر تصرف على الارض يا باشمهندس احمد؟ دي نقطة انا كان لازم اتكلم فيها مع حضرتك، يعني النهارده كان الكلام دايما ان احنا ادينا للشباب الارض وفشلوا، تمام كده؟ تمام. لكن انا النهارده مش معيش فلوس اصرف على الارض، تمام كده؟ ولكن النهارده انت اديت للشباب اللي ما كانش عندهم لا الناحية الفنية ولا الناحية المادية، وفشلوا في انهم سابوا الارض ومشوا او اجروها او وقعوا ايا كان اللي حصل. تمام. فانا شايف من وجهه نظري ممكن في اقتراحات كتير جدا لتمويل الاراضي لتمويل الشباب دول لحد ما نوصل لحد انتاج معين وبعد كده نبدا نسيبهم يعتمدوا على السوق. تمام. شكرا باشمهندس احمد. شكرا يا فندم. طيب هنتكلم على الرؤيه مره ده برضو بالزبط. دايما نرجع لقضيه الارض، يعني دايما هنرجع على فكره الرؤيه وحضرتك ذكرت 3 محاور. ايوه. يعني اعرض لنا رؤيتك في تطوير النقابه. ايوه. اللي هي الرؤيه هتساوي بالنسبه في راي حضرتك عكس الواقع الموجود. بالظبط. ايه رؤيتك لتطوير النقابه؟ تطوير النقابه احنا يعني في ائتلاف الشباب الزراعيين او ائتلاف المهندسين الزراعيين تبنينا مشروعين، كان اولهم اللي حضرتك بتفضل بالسؤال بيه وهو تطوير النقابه، حيث ان النقابه هي بيت المهنه واحنا بنعاني من سن قوانين في اللائحه الداخليه، قوانين اسمها سيئه السمعه. هذه القوانين اللائحه مش قانون، يعني هي اللائحه الداخليه اللي بتسير اعمال مش قانون، اصل بقول قانون يعني مجلس الشعب يعني أيوة. برلمان، لكن أيوة. اللائحه دي يعني داخل بالظبط هو اللائحه والقانون فيهم مجموعه من الاجراءات او التشريعات سيئه السمعه. من هذه التشريعات زي ما تفضل يعني قلنا من شويه إن إن, ان 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 الوزاره اجهضت النقابه، ده كان اخر سطر وصلنا اليه، فمن اجهاضها للنقابه حطت شويه اجراءات وشويه قوانين تعجز النقابه. علشان ياخد شخص ما يضمن ولائي الشخص ده عنده معلش تاني عشان دي النقطه مهمه قوي. حضرتك بتقول ان وزاره الزراعه وضعت مجموعه من الاجراءات والقوانين تعوق العمل النقابي. ايوه. قوانين ولا لوائح وقرارات؟ لوائح وقرارات. يبقى مش قوانين، يعني انا مش عشان تتعدل مش محتاج مجلس الشعب لكن محتاج جمعيه عموميه في النقابه. احنا 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 في المشروع الاول وهو المشروع الاداري او القانوني بنجيب كل ما هي قوانين تهم الشان الزراعي في مصر ولوائح لائحة داخلية النقابة وغيرها، وبنحاول نشوف نصوت عليها كمجموعة من الشباب الممارسين للعمل، نشوف ايه المعوقات اللي فيها، ايه اللي احنا بنفتقد اليه نضيفه، ونحاول نصيغه في شكل قانوني علشان نستبق الوقت زي ما حضرتك قلت بان احنا نعيد صفوف المهنة وتنظيم المهنة. ده سميناه المشروع الإداري. على يعني هذكر لمحة بس مزعلة زملاء كتير جدا وعلى درجة أنها خلت جروبات كتير على الفيسبوك وعلى الانترنت بتطالب بإنشاء نقابة جديدة خالص، وهم معذورون في ذلك بلا شك. اللمحة ديت هي أن النقابة بتمنح الخريج المتوسط دبلوم المتوسط لمجرد اجتيازه 10 سنين من الالتحاق بالنقابة بتمنحه لقب مهندس. طبعا إزاي أبقى أنا خريج وتعبت في الكلية ورحت المعمل بطبلته وصرفته وسهرت وذاكرت وأتساوى بدبلوم؟ الخبرة العملية المكتسبة من المجال لها كل الاحترام والتقدير، ولكنها في المقام الأول والأخير لا تساوي الخبرة الأكاديمية أو خبرة الدراسة. هو دي نقطة مهمة. لأن نقابة التجاريين
معاهم خريجين دبلومات التجاره. ايوه. لكن مش بعد 10 سنين يبقى محاسب. بالظبط. يعني محاسب يعني انا خريج تجاره ولست خريج شعبه محاسب. دي لا استطيع ان اخد لقب محاسب بالزبط. لكن اخد لقب التخصص اللي انا مفيش مانع ان هو يبقى مساعد اول مساعد محترم. يعني اعطيه لقب ما شئت، ولكن عمليه الخلط هي اللي بتضيع الادوار. معانا المهندس فتحي عوض من القاهره. اهلا يا باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. طبعا بنشكر قناه نور الدنيا على البرامج الهادفه دي جدا. شكرا يا فندم. ممتازه بتناقش فعلا هموم الزراعيين ومشاكلهم، لان احنا كزراعيين فعلا ما كناش لاقيين حد يسمعنا خالص. وزاره الزراعه في وادي والزراعيين كلهم في وادي اخر. انا بركز ساعتك بعد اذنك على نقطتين مهمين جدا لو تسمحوا لي. اتفضل يا فندم. النقطه الاولانيه هي ضروره الغاء قرار وزير الزراعه الخاص بقواعد توزيع الاراضي المستصلحه. القرار الاخير في جريده الاعمال يوم 10